تفضل يا استاذ محمد. الو، يعطيك العافيه استاذ وليد. حياك الله، تفضل. الله يحييك. بس بغيت اشكالك بخصوص الايه علي صوتك بس شوي. والانصار السابقون الاولون من المهاجرين والانصار. اي تفضل، شنو اشكالك؟ يعني هل ان ابو بكر وعمر من السابقون الاولون من المهاجرين والانصار؟ انا ما اتكلم، وانا اتكلمت عن ابو بكر وعمر. لا، انت شنو اشكالك بالضبط؟ يعني انا ما اتكلم فيها الايه يعني. هؤلاء المهاجرون الانصار المذكورون في الايه الذين رضي الله عنهم ورضوا عن الله واعد لهم الجنه، هل احد منهم من الممكن ان يرتد؟ اي نعم. والذين اتبعوهم باحسانا. طيب هل ابو بكر وعمر اتبعوهم باحسانا؟ اتبعوا مين؟ سؤال، اتبعوا مين؟ الاتباع هنا لمن يا استاذ؟ يا استاذ احنا عندنا والذين يا عم اسمع يا عم، بل عندك بل عندي يا عم، يا عم السابقون الأولون، يا عم اسمع بلاش تهريج، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، أي اتبعوا المهاجرين والأنصار يا أخوي. والذين اتبعوهم بإحسان. أنت ما يا عم، واحدة واحدة بس، واحدة 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 باللغة العربية، واحدة واحدة باللغة العربية، باللغة العربية، من الذي يتبع من في الآية؟ من الذي يتبع من؟ طيب تبي اعطيك تفسير الشيعه لهالايه؟ من الذي يتبع من؟ يعني في الايه من الذي يتبع من؟ حسب تفسير، علي صوتك شويه. اللي انتم تقولون انكم تحبونها اكثر من الشيعه. يا عم انا بسالك دلوقتي، انا بسالك من الذي يتبع من في الايه؟ من الذي يتبع من؟ والسابقون الاولون الذين اتبعوهم باهجار باحسان. امشي يا عبيط، حسب تفسير. امشي يا عبيط، يلا امشي يا عبيط، يلا امشي يا عبيط، يلا امشي يا اهبل، يلا شال عبيطي انا. لما تبقى غبي وبتعلي صوتك ومش فاهم انت بتقول ايه. الايه تتكلم عن المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم، اي الذين اتبعوا المهاجرين والانصار. جاي يقول لك ابو بكر وعمر اتبعوهم باحسان. ايه، ابو بكر وعمر اتبعوا المهاجرين والانصار باحسان؟ يعني المشكلة انهم جهلة ومش عايزين يتعلموا، جاي يفرض كلامه عليك فرض. هو مش بيقول ابو بكر وعمر من المهاجرين، لا، ده هو بيقول ان ابو بكر وعمر اتبعوا السابقون الاولون. هو مش فاهم اساسا الآية وعايز يفرض عليك الإجابة بتاعته.